قلنا عالحب ده انا عارفه ده تعب لقلبي معاه ده عايز له طول تبان فكرك كده الحب سهل جميل ده لا في نهار ولا ليل ده صحيح صدق مين قال الحب ده أني عزل في الكون الحب شئ مجنون وياك بحس أنا بيه انت وانا عايشين في حب كبير فوق كل ده بكتير قال جاي تقولي عليه واسأل انا على الحب ده انا عارفة ده تعب لي قلبي معاه ده عايز له طول تبان اسألني انا ده حقيقة ولا خيال خد مني راحت البال ولا عارفة أعمل إيه الحب شو حنية مش بكلام بصحى عليه وبنام ده اللي انت حاسس بيه اسألنا أنا عالحب ده أنا عارفة ده تعب لي قلبي معاه ده عايز له طول تبان فكرك كده الحب سهل جميل ده لا في نهار ولا ليل ده صحيح صدق مين قال اسألني انا مساء الخير ديما صوفيا المريخ شو رأيك بأداء ديما؟ أنا كنت كل مرة بدي تفوت كنت خايفة لتضيع بين أول كوبلي وتاني كوبلي بس صدمتني يعني أنه ومش الحال كتير أكيد مش الحال أستاذ روميو ديما الجندي لعبت دورة الغنائية مثل ما لازم؟ لا بفتكر لأول مرة إيه لأول مرة نعم لعبت مثل ما لازم وراحت الليل شكرا يس من الأستاذ روميو لكن أسامة شو لفت نظرك بحضور ديما؟ تمثيله ديما يمكن لازم بس نوضح شغلة إنه التعاطي مزبوط لازم يكون نسبة لنا كمان على المغنى بالنهاية لما نجد نغني بدنا نغني ونوصل الأغنية بقدر ما يمكن ومع معلوماتنا كلنا بنعرف إنه إمكانية كل إنسان بس بتمنى إنك تاخدي الأشياء بجدية أكتر يعني ما تكون كأنه عم يغني واحد كاراوكي يعني كوقفة وككل شيء بعدين عندك خبرة تمثيلية أنا ما شفتها كتير ظهرت هون بدك تسمحيلي هالمرة تحط نو ميرسي نو من أسامة الرحباني أستاذ عبد الله بتوافق أسامة أنا بوافق أسامة لسبب واحد أن هي يمكن أول مرة لها وبعدين هي في التمثيل وايد جيدة عذرا في التمثيل وايد جيدة فهنية يعني مستواها أقل من هذا لكن فما بقدر أعطيها إلا أنه فساء عذريني يعني كان ودي نو ديما
ديما جندي 2 لك حق الرد تفضلي. اول شيء مساء الخير. انا بس يعني هو ما مو انه تبرير للموضوع بس يمكن انتم بتعرفوا انه انا جاي قبل بيوم فمالي محضره كويس وهي اول تجربه لي كغناء. انا بالاصل ممثله. على كل حال كلكم اول تجربه وصعبه وقفه المسرح والغناء لاول مره صعبه كثير. اكيد اكيد. فبلكي ان شاء الله بالمرات الجايه ممكن يصير في يس ان شاء الله. شكرا لحضورك الممثل.